الذي لم يثنه نداء أبيه ولا صراخ ذويه. ولما حاول الأمير زعفران أن ينزل بالحصان وشد إليه العنان، وجد الحصان لا يتحول وأنه عبثا كان يفعل. وهنا أدرك الأمير أنه وقع في ورطة، وأنها كانت غلطة، وأنه محكوم عليه بالبقاء في هذا الفضاء إلى أن يدركه الفناء. فبكت عيناه وذكر أمه وأباه واستسلم لقضاء، وهو سابح في فضاء له. بقالي طاير أكتر من ساعتين، يا رب يا رب أنا ماليش سواك، ضعيف وطاير في سماك، نزل علي رحمتك ومنحني قوتك. الحكاية مش حكاية قوة، زي ما فيه سر بيطير بيه لازم فيه سر ينزل بيه. طب اعمل ايه؟ انت كنت عملت ايه؟ مش لما طيرته طبطبت على رقبته وفركت ودنه لمين؟ الهبوط عكس الطيران يا زعفران. ايوه كلامك صحيح، يبقى مفيش غير الناحية الشمال. يلا يا جميل انزل امال، وادي ودنك الشمال. الله الله، الحصان بينزل بيا والارض بتقرب عليا. ايه الاصوات دي؟ زي ما يكون حد بيبكي حواليا. يا سلام، ده شيء غريب، قصر ولا في الاحلام. الوقت اللي في القصر هيستغربوا لما يلاقوني من فوق السطح نازل لهم. مش فاهم انا ايه الاصوات دي، اصوات شجية حزينة بتحرك المواجع الدفينة. يلي هنا يلي هنا، محدش بيرد ليه؟ هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ لا خدام ولا بواب على الباب. اللي هنا اللي هنا اللي هنا اللي هنا. محدش بيرد ليه؟ هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايه مبني هنا ليه؟ وازاي مفيش حد ساكن فيه؟
الغريق ده بيودي على فين؟ طب وانا مالي؟ انا هدخل في بيوت الناس. طب بس فين هم الناس؟ فين الناس؟ يا ناس! يلي هنا! يلي هنا! يا أهل الدار! في هنا بني ادمين هم اللي ولع المشاعر دي. مين؟ يا اهل الدار يلي هنا! يلي هنا يا اهل الدار! Thank you.
الخلاء. انت مين؟ انت مين؟ انت خايفة مني؟ بالعكس، ده انا بستناك من بدري. تستنيني انا؟ سبحانك يا ربي. معقول؟ معقول الأمنية تتحقق؟ أنا مش قادر أصدق. صحيح، صدق من قال يخلق من الشبه 40، لكن أنت قدرت توصل هنا إزاي؟ أنا؟ أيوة أنت، أنت فارس الأحلام، تمام زي ما كنت بشوفك في المنام. منام إيه وأحلام إيه؟ أولاً اسمحيلي أحيي جمالك الفتان واعتذر لك عن دخولي بديس. استنى عندك، اوعى تتحرك من مكانك. الله، أرجوك اوعى تتحرك. القفص الذهب ده لو لمسته هيضيع عمري وعمرك. ازاي؟ اسمع يا فارس الأحلام، أنا اسمي زعفران. زعفران؟ وأبويا الملك ريحان. تشرفنا يا أمير. حاسب، ممكن أعرف اسمك أنت كمان؟ أنا ست الملاح واسمي صباح. ست الملاح صباح، وأبويا الملك ياسمين. تشرفنا يا أميرة. أقول لك حاجة مش هتصدقيها. قول وأنا هصدقها. أي حاجة تقولها لازم أصدقها. عايز تقول إيه؟ عايز اقول اني تمنيتك قبل ما اشوفك. عارفه ليه؟ ليه؟ لاني تمنيت في يوم من الايام اني احب واتجوز واحده في صفات وشبه امي. عايز تقول ان فيها شبه من امك؟ فعلا تشبهلك، فيها كتير منك. تمام زي ما قالت النبوءه، هي دي الحقيقه. امير شريف يقتل الاشكيف ويسلمك السيف، دمك هيوافق دمه وفيكي شبه من أم. ودي انت جيت وأكدت الكلام يا فارس الأحلام. أنا مش فاهم بتقولي إيه. أنا في حيرة يا أميرة، عايشة هنا إزاي وتاكلي وتشربي منين والقصر ما فيهوش صريخ ابن يومين؟ أنا بتجيلي كل ما تشتهين نفس واللسان، وعندي من الملابس أشكال والوان، واللي مصبرني ان في يوم من الايام هيجيني الفارس الهمام وينقذني من الظلام. واحده زيك في جمالك وحسنك يحطوها في القفص الدهب ده عشان ايه؟ ومش عايزاني اخلصك منه ليه؟ الاصوات الحزينه دي ايه؟ انتي والقصر ده والجزيره. أنا مش فاهم حاجة يا أميرة. أنا كمان زيك، عايز أعرف عنك حاجات كتيرة. إزاي قدرت توصل هنا؟ وإزاي عرفت تخلص من التماسيح؟ تماسيح؟ تماسيح إيه يا أميرة؟ التماسيح اللي بتحرس الجزيرة. أنا عندي أسئلة كتيرة. وأنا عندي أسئلة كتيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. خزيتي خزيتي يا عين، من رب عميتي يا عين. انباس انباس، ما فيك يا عين منافع للناس، لحبك في امهم نحاس، واسبك عليكي بالزبق والرصاص، ما يكون لك يا عين منجي ولا خلاص. الاولى بسم الله، ابعد وروح يا شطار، والتانيه بسم الله ما تعرف العنوان، والتالتها بسم الله وتصير حجر صوان. ابني زعفران، هتقولي ابني ايه ده يا كهرمانه؟ مولانا افتح البيبان، الدخان ملى المكان، وسيبينا لوحدنا. أمرك. ايه يا نون، المشاكل ما تتحلش بالبكاء والنوم. امال تتحل بايه يا ملك ريحان؟ بالعدل والحكمه والبرهان، وطول ما العواجيز قدام عينينا هيفضل الخيط في ايدينا. ولحد امتى هتسمعهم؟ لغايه ما اعرف منهم ايه حكايه الحصان اللي خطف زعفران. يعني برضه مصدقهم؟ ده انا لو منك كنت اقتلهم. ولما اقتلهم هعرف ازاي اخبار ابني؟ ما انا مستحملهم غصب عني.
سيبني يا ليه؟ عايز سيبني؟ يا ترى انت فين يا زعفران؟ فين؟ دلوقتي لا اقدر اكلمك ولا تقدر تكلمني. ليه؟ علشان الجندي المخيف اللي خطفني. جندي مخيف؟ اسمه الاشكيف، من العفاريت السفلية اللي بيسكنوا في المية. تعرض ليه وجاني في صورة انسان وسمى نفسه كروان، ولما حس اني عرفت انه مش انسان دعك الخاتم وخطفني الخادم وجابني هنا في جزيرة الاشجان، وهو بيجيني كل اسبوع مرة يقعد هنا يشرب الخمر، مرة يهددني ومرة يوعدني، مرة يضحك ومرة يبكي، ولما يفوت اليوم يسيبني ويقوم. ده شيء خطير، لكن انا اقدر اخدك وطير. لسه يا امير. انت عرفتي انا جيت هنا ازاي؟ بقول لك عندي اسئله كتير لكن الوقت مش ممكنني، ميعاده قرب، انت لازم يا تستخبى يا تهرب. اهرب؟ بقول لك ميعاده قرب، ما ترميش نفسك بايديك، انا محتاجه ليك. وانا محتاج لك، ومناي افضل جنبك. يا ريت يا ريت يا زعفران، بس اعمل ايه غصب عني ميعاده قرب. وهيجرى ايه يعني؟ ما تقدرش تقف قصاد جني. وازاي اسيبك لوحدك؟ اسمع اسمع يا زعفران، يلا انت دلوقتي، ولما هو يمشي يبقى ارجع لي. انا هرجع لك، هرجع لك تاني. وانا هستناك، يلا امال، ولما تخرج اقفل الباب وراك، يلا بسرعه بسرعه يا زعفران. حتى امتلأ المكان بالضباب، وظهر الأشكيف في الأعقاب وتقدم إلى الحق. مولاي وهنا هنا بدا نور الصباح، والترشدة هز الجدار.